هقولك على حاجة عشان أعرف أريح ضميري وأنام. قول اتفضل. هو أنا راجعت نفسي في الكلام اللي قلته لك عن طنط إيناس، والصراحة هو كان أوفر. لا لا، هو كان أوفر بزيادة، أصل إحنا كنا كتير وكنا خلاص 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 وفاهم، وأكيد ما خدتش بالي. أنا فاهم أنا فاهم أنا فاهم. يلا يلا يا أدهم، يلا يلا. أنا بس عايز أقولك على حاجة. أدهم أدهم، أنت ما بتفهمش؟ بقول لك أنا مش رايق لك خالص، عندي مشاكل. يلا يا أدهم. هو أنت بايع القضية كده ليه؟ يا عم أنا مش بايع القضية، أنا سابق وقلت لك ما تقلقش على خالك، أنا هعرف أتصرف كويس أوي، واللي أنت بتقوله ده أنا فاهمه كويس. يلا يلا يا أدهم، يلا يا أدهم. مش بس مع إني مش مصدقك وشكلك كده مريب، بس أنا هطلع أجدع منك وأمشي. خليك بقى في اجتماعك. شوك فيها هجيب لك لعبة زي دي. يوسف وهو صغير كان بيحب اللعب قوي، بس طنط ندى بقى كان دايما بتكسرها له. اصل طنط ندى دي جربوعة. طنط ندى ايه؟ جربوعة. طنط ندى ايه؟ جربوعة. وان مور. علي بابي. انت كويس؟ اه. ها؟ شيماء. شيماء خدي علي وقعدي في مكتبي وقعدي معاه، ما تسيبيهوش وهاتي له كل اللي هو عاوزه. جعان يا حبيبي؟ لا انا اكلته على فكره يا يوسف. يلا شيماء. لقيتي جوزك؟ طيب عايزين لما تهدي شوية نبقى نقعد نتكلم مع بعض في الموضوع ده. نتكلم في ايه يا يوسف؟ الكلام خلاص ما بيننا خلص. لا لسه ما خلصش. عاوزين نتكلم في هشام اللي انت اتجوزتيه من ورايا. هشام ده خلاص موضوع منتهي، وبعدين احنا خلاص اتفقنا وعملت اللي انت عاوزه وجبت لك ابنك لحد عندك. قلت لي اجي على هنا وهستنى منك مكالمه تليفون، مش هستناك تطبي عليا في الشركه، مش كده؟ عشان ما عندي ثقه فيك. انا كنت ممكن اجيبه لك البيت عندك اللي هو بيتي، بس بصراحه خفت عشان بعدين تكون عامل لي كمين وعايز ترجعني مستشفى تاني. انما هنا هخاف، هخاف من الفضايح، مش كده؟ عليك نور يا حياة. أنا مش غدار قوي للدرجة دي. هو أنت هتقول إيه؟ عارفة يا حياة؟ لا عارفة ولا عايزة أعرف يا يوسف. أنا عايزة أمشي. باي باي. الله بيت يا ولاء. اها ولاء، الا البت دي ما بتردش ليه؟ انت يا بيت قومي يا بيت، الا المحشي يبرد ما يبقالوش طعم. انت يا بيت في ايه يا ماما؟ بطلي زن، ما قلنا لك جايين جايين. ايه هشام؟
انت هتفضل قاعد لي كده طول اليوم لحد ما نلاقي رانيا بتطب علينا هي كمان؟ هشام رد عليا، ناوي تعمل ايه؟ مش عارف. من امتى يعني وانت مش عارف؟ المره دي بجد مش عارف. يا ما قلت لك بلاش، يا ما قلت لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد امه واستريح، وانت ولا انت هنا، صوتك من دماغك، ما تسمعش الا نفسك وبس. فاكر ان كل الناس بمخ وانت اسم النبي حرفك بسته. مش ناقصه، مش ناقصه يا ولاء. لا ناقصه، ناقصه يا دكتور، ناقصه انك تسمع. السماع حلو، لازم نفكر ونشوف هنعمل ايه بدل ما نلاقيها بتخر علينا من كل حته. ايه لسه هتخر؟ ما خرت. وخرت رسمي كمان. وانت السبب يا حلوه. انا السبب؟ تجيبها فيا ولا ايه؟ طبعا انت السبب. لما قابلتيها الصبح ورديتي تاخدي منها الواد وجبتيه لغايه هنا، اكيد حد شاف. هو انا اتنقلت الحق؟ ده انا يا دوب نازله من التاكسي اللي رحلها بيه، لقيتها نازله من بيت اهلها، وبتديني الواد، وتقول لي يلا روح في اي حته وانا هكلمك في التليفون، يعني كنت اعمل ايه؟ يلا حبيبي يلا يلا يلا. خدي هنا يا بيت، فهميني مين الواد ده؟ ابن اختي. اختك؟ ليه بقى ان شاء الله؟ من امتى وانتي ليكي ام غيري؟ امال اقول لك ايه يما، يعني ابن واحدة زميلتي معايا في الشغل جوزها بيعمل عملية وسايباه معايا ساعتين زمن. طب عملية ايه يا بت؟ بيشيل الرحم. خد يا واد، رايح فين؟ تعالى يا علي. تعمل ايه؟ عاوز اروح عند بابي. ايه ده؟ ده مين الولد ده؟ ايه مالك متنحي كده ليه؟ تعالى يا حبيبي قول لي. انت مين بقى؟ علي. علي مين يا حبيبي؟ علي يوسف المهدي. علي يوسف المهدي؟ علي يوسف المهدي. علي يوسف المهدي. يخرب بيت امك يا ولا، ازاي تعملي حاجه زي دي من غير ما ترجعي لي؟ بقول لك خدتني على مشامي وبعدين ما انت قافل تليفونك. ما انت عارفه انا مش زفت وقافله ليه. امال كنت عايز نعمل ايه؟ لا ولا حاجه يا اختي، ولا حاجه. اسمعي كلامها كده، تاخدي منها الواد وتجيبيه على هنا. يا نهار اسود، هو احنا المفروض اللي بنسمع كلامها ولا هي اللي بتسمع كلامنا؟ خلاص يا هشام كفايه تهذيب فيا. حاضر، هبطل تهذيب. المفروض بقى ان انا استنى هنا في الصاله لغايه لما الاقي كده يوسف المهدي داخل عليا وبيعمل معايا قله ادب قدامك انت وعلي وامك. انا اللي هيجنني هي عرفت هنا ازاي؟ ده انا عمري ما قلت لها انا ساكنه فين. ملهاش غير حل واحد، ان كان في حد ماشي وراكي ومراقبك. مراقبك؟ مراقبك وانت من الصدمه بتقول اي كلام وخلاص، ولا عشان ما بتحبش تطلع غلطان؟ ماشي يا ستي ماشي، هنصدق الكلام اللي هي قالته، وان كان في حد ماشي ورايا وبلغ سلوى، وسلوى بلغت يوسف. مين بقى اللي قال لها ان احنا متجوزين؟ معرفش، اكيد بتقول كلام في الهوا. لا، اللي زي دي ما بتقولش كلام في الهوا، دي قصده كل كلمه قالتها، واكيد انت اللي رطرتي بالكلام. ما انت نفسك الناس كلها تعرف ان احنا متجوزين، صح؟ لا مش صح. انت بتتهمني انا يا هشام بعد كل اللي عملته عشانك بتقول لي انا كده؟ يا اخي بطل انانيه بقى وحس بيا مره واحده في حياتك. حس بالبني ادمه اللي من ساعه ما اتجوزتك وهي مستحمله وساكته ما بتنطقش، واحده وافقت تتجوزك في السر على مراتك عشان بس مزاجها وقت ما انت عايز، واحده قاعده طول الوقت تحت رجلك تنفذ اي حاجه انت عايزها من غير ما تفهم ولا حتى تسال. خدي بالك من حياه. حاضر. روحي باتي مع حياه النهارده. حاضر. اقنعي حياة تتجوزني. حاضر. عمرك انت بقى فكرت ولو لمرة واحدة انا بحس بايه او انا عايزة ايه؟ كل تشغل نفسك ليه؟ انت غلبانة، تحمد ربنا قوي تبوس ايديها وش وضهر اني وافقت اتجوز، هي كانت تطول. انا ما قلتش لحد يا دكتور، ورحمة ابويا ما قلت لحد. روح بقى شوف انت قلت لمين او ايه عرفت منين. حقك عليا والنبي ما تزعليني. يا هبل يا عبيطه، ده انت الوحيده اللي انا بثق فيها في الدنيا دي كلها. حقك عليا والنبي. نفسي اعرف، بس نفسي اعرف مين اللي قال لها ان احنا متجوزين. نفسي اعرف. انت انت اللي قلت لي، قلت لي ان انت متجوز ولاء، وان انت كنت طمعان فيا
وقلت لها على الخطه اللي كنت حاططها لي وكنت عايز تنهيها برجوعي المستشفى وبعدين تاخد كل اللي ورايا ولا قدامي. انت مستغرب قوي كده ليه؟ طب والله العظيم انت اللي قلت لي. اصل مش كل الكلام بيتقال باللسان، في طريقه تانيه. انت بقى عشان غبي استخدمت الطريقه التانيه. كل تصرفاتك وحركاتك وافعالك والحنجله والمنجله دي كانت كشفاك، عينيك كانت فاضحاك يا دكتور، وانت بقى ما كنتش واخد بالك. كنت فاكر نفسك انك انت مثبتني وحطيتني على حجرك زي العيله الصغيره. عارف انا فقست امك من امتى؟ من اول يوم شفت خلقتك فيه في المستشفى. فاكر المستشفى؟ فاكر اول مره لما جيت من 3 سنين؟ فاكر ولا فكرك؟ متهيألي انت دلوقتي شفت المستشفى كلها واتعرفت على معظم الستاف. عاوزاك تحس ان انت في بيتك بالظبط. اكيد طبعا يا فندم. عن اذنك. اتفضلي حضرتك. احنا شكلنا هنحب في المستشفى دي ولا ايه؟ وايه كمان؟ على فكره انت بتسال كتير قوي يا دكتور. هشام انت الوحيده تقولي لي يا هشام. بصراحه يا هشام انت اول ما جيت كل الممرضات قالت عليك انك امور وشخصيه. طز في كل الممرضات، انت قلتي ايه؟ بصراحه ما قلتش حاجه. يا ده انا مؤثر قوي. نفسي اعرف مين دي؟ دي حياة المهدي. حياة المهدي جروب؟ اه اخت يوسف المهدي. اخت يوسف المهدي جروب؟ قصدي يوسف المهدي؟ اه. ودي هنا بقى بتعمل ايه؟ ادمان ها؟ لا دي حياة، دي حكايتها حكاية. لا قولي لي قولي لي. قعدت تفتش ورايا وتدور، كنت عايز تعرف أي معلومات عني عشان تنصب عليا بأي شكل. يعني حدد. اهلا وسهلا، اتفضل. الحقيقه انا كنت جاي يعني بخصوص اخت حضرتك. اخت حضرتي خير؟ لا خير طبعا يا فندم، هي كويسه جدا وفي تحسن ان شاء الله. انا بس كنت جاي اتعرف بحضرتك واتكلم معاك كده في شويه تفاصيل. تفاصيل؟ طب وهي الدكتوره سلوى ما كلمتنيش ليه في التفاصيل دي؟ تفاصيل ايه اللي عاوز تعرفها من الباشمهندس يوسف المهدي يا دكتور هشام؟ الحالة دي تحديداً يا دكتورة أنا محتاج أعرف عنها انفورميشن كتير. عاوز تعمل شغل من ورايا يعني؟ إطلاقاً يا دكتورة إزاي؟ أنا كنت هقول لك طبعاً بس أول ما كنت هوصل لنتائج مع الحالة. ما تتعبش نفسك يا دكتور. الدكتور وجدي قعد 10 سنين قبل ما يسافر يحاول وفي الآخر ما وصلش لحاجة. قعدت تلف وتدور حواليا عشان تقرب لي بأي طريقة. فتك إن ليا مخ وإني مش مجنونة زي ما بيقولوا، وشايفة وفاهمة اللي بيحصل قدامي كويس أوي.
انت يا راجل سبت كل العيانين في المستشفى وركزت معانا بس لاجل الحق. هو ده اللي خلينا اشك فيك. قعدت اسال نفسي اشمعنى انا ما المستشفى مليانه مرضى واغلى مني مليون مره، يبقى له 20 سنه و40 سنه و60 سنه. ايه اللي يخلي دكتور محترم زيك يشتغل في مستشفى وسخه وقذره؟ شايف الوساخه وساكت، شايف القذاره وساكت، شايف المصايب وساكت، ليه؟ جه حد عندنا وضميره نقح عليه؟ انا قريتك من اول يوم بصيت في عينيك اللي عايزه تندب فيها الرصاصه دي. قريت فيها الطمع. كان باين زي الشمس انك راجل ندم. على فكره ماما، لما بشوفك بتشتغلي شغل الخرز بتاعك ده بحس ان انت بتلعبي مزيكا. ايه الدخله الغريبه دي؟ كان نفسي قوي اشوف الجاليري بتاعك اللي في الزمالك. ده انت مذاكرني بقى. عارفه حياه، انت بتركبي الوان صعب قوي اتخيل انها ممكن تليق على بعض، بس في الاخر تطلع حلوه قوي. اللي يعني بتفهم كتكنيلة. واضح ان انت عندك حاجة مش عند ناس كتير قوي. عندي دم؟ لا، انا رحت لاخوك وقلت له ان انا المشرف الجديد على الحالة بتاعتك. رايح عشان تقلبه في قرشين يا روح امك. حياة ارجوك لازم تتكلمي. ما تسكت بقى، عرفتني يا حياة. في حاجات كتير قوي لازم نتكلم فيها. وانت مال امك؟ على فكرة بقى، صور أدهم ابنك اللي عندك في الأوضة فوق لازم ترميها، لأنه خلاص بقى شكله حد تاني خالص. لو شفتيه مش ممكن هتعرفيه. بص يا حياة، أنا قريت الملف بتاعك أكتر من مرة ومش عارف ليه في حاجة كده خلتني ما صدقش حاجات كتير موجودة فيه، فسألت عنك وعن القضية بتاعتك وعرفت إن في حاجات كتير قوي غلط. يعني تشخيص الحالة بتاعك غلط، ده الأدوية اللي أنت بتاخديها دي تجنن أي عقل. أنت سليمة يا حياة، أنت اتظلمت كتير قوي واتبهدلتي، وعن الأوان بقى إنك تخرجي من هنا. اخرجي من هنا علشان تشوفي ابنك. طب بالسلمة، مش نفسك تسأليني عن أدهم؟ مع إني متأكدة إن أنت نتن، بس ممكن جدا تبقى سبب خروجي من هنا. هتمثلي يا حياة، ما كلهم يمثلوا عليك، اشمعنى أنت؟ ايوه كده فرحين، وليها تاني. يا سلام. بس اللي انت بقى مش عارفه ان انا كنت بضحك عليك، كنت بعمل نفسي مصدقك، خدتك على قد عقلك عشان تخرجني من المستشفى. اصل دايما الطماع كده بيفتكر ان هو بيضحك على اللي قدامه، لكن لا يمكن ابدا يصدق ان ممكن اللي قدامه يضحك عليه. وسبتك هربتني من المستشفى ووديتني شقتك. يا راجل يا عبيط، مش كنت تنظف الشقه قبل ما توديني؟ مش كنت تشيل حاجه ولاء ومصان نومها من الدولاب؟ على فكره انا عرفت النوم بتوعهم المقاس. الريحه لسه هتكذب؟ لسه مش هتقول ان انتوا متجوزين؟ لا، ومن غبائك ايه؟ بعتها لي البيت تمثل عليا. انت عارفه مشكلتك ايه يا حياه؟ راجل، راجل يقعد معاكي في البيت ويحبك. دكتور هشام فاكره انها تضحك عليا وتستعبطني وان انا مش فاهمه حاجه. كنت فاكر ايه؟ الأدوية اللي كنت عمالة بلبحها
والسنين اللي عدت عليا في المستشفى مسحت دماغي؟ ولا ولاء بتاعتك هتضحك عليا انا؟ عارف انت غلطتك ايه؟ انك وديتني شقتك القديمه، ما لقيتش حاجه قدامي غير تليفون والاجنده والفضول. بقى الفضول بيموتني، انت عارفني قعدت العب 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 لحد ما جبت العنوان بتاع مراتك ورحت لها، لقيتها ست فلة قمر، بنت ناس حلوه غنيه فيها كل الحاجات. نفس الكلام اللي كانت بتوصله لي اكرام في المستشفى. اصل اكرام كانت بتسال عليك وبتجيب لي كل اخبارك وانا جوه المستشفى. والست صراحه ما قصرتش، عامله لك حته عياده فظيعه. ما علينا. كنت عايز اقول الحقيقه، كنت عايز اقول الحقيقه. انت نصاب. بس نصاب شاطر قوي. كان بيجي عليا ثواني صغيره قوي كده كنت بصدقك فيها. بس معلش يا بتاع الجياره. الجياره؟ مش بقول لك مكتوب فيها كل حاجه. بصي بقى دم وصلنا للجياره، هبوس ايدك ما تكمليش. لحظه ناقص تقولي لي على الكومبيني اللي حيلت امي كان لونه ايه؟ طب والنبل انت ايه كان لونه ايه؟ اسود. ألف حياة. أنا عايش في طفولة صعبة. أبويا ميت وأمي بتشتغل موظفة في المرور. مرتبها كان بيكفيني أنا وإخواتي التلاتة 7 أيام في الشهر، وباقي الشهر بناكل عيش ودقة. عارفة الدقة يا حياة؟ سميت ودقة. واشتغلت كل حاجة يا حياة. اشتغلت من وأنا في الإعدادية. اشتغلت مبلط إيشين. مبيض محارة. صبي ميكانيكي، صبي نجار، أي حاجة أنت عايزاها أنا اشتغلتها. بس كنت عيل رزل أوي في المذاكرة. كنت عايز أكمل النقص اللي عندي. جبت مجموع. دخلني كلية الطب بسهولة جدا. كنت بدرس الصبح وبالليل بشتغل ممرض في مستوصف. وعمري وأنا صغير ما عرفت بنات. يمكن البنت الوحيدة اللي أنا حبيتها يعني ومن طرف واحد كانت صاحبة أختي، وكانت حولة. وكانت بتكره اسمها جدا، كان اسمها سعاد وسمت نفسها ميادة، وإخواتها كانوا بيقولوا لها يانوسة. بس لما كبرت عرفت الستات حبيتهم أوي، لقيتهم سكة. ستات حلوة أوي أوي. واشتغلت بقى وقلت أنضف، فجبت شقة العباسية. بصي هي إيجار وقديمة شوية بس حلو عشان أنا اللي جايبة. في يوم كده وأنا بشتغل في المستشفى لقيت رانيا داخلة عليا. لقيتها غنية وحلوة بس بيضة أوي. بس قلت هي دي، يعني اخش عليها بشويه رومانسيات وصعبانيات كده هتيجي. وجت، وكنت عارف كويس قوي ان اهلها هيشوفوني عريس لقطه. اصل الطب بينظف وبيعلم انجليزي، وتلات ارباع بنات مصر بيحبوا العريس اللي بيتكلم انجليزي. وانا راجع بقى من اسكتلندا ما اقولكيش، كنت في بعثة كده تبع الحكومة، بس كنت جايب شوية بدل اسكتلندي ما حصلوش. وحصل واتجوزتها، بس أبوها طلع تاجر. يلا كتب كل حاجة باسمه، حتى قعدة الكباني كتبها باسمه. لو طلعتلك الرخصة دلوقتي بتاعت عربيتي أرضه اسمه كده. حاجة صعبة أوي يا حياة. حسيت إن أنا ماليش لازمة. جوز الست راح، جوز الست جه. مبروك يا حبيبي العيادة الجديدة، مبروك يا حبيبي عليك العربية الجديدة. حبيبي
انا حاسه ان انت معكش فلوس اليومين دول، الحاجه صعبه قوي على واحد شقي وتعب لغايه لما اتعلم. نايكي بقى عن الحاجات اللي كانت بتصر تلبسهني، بنطلون ريه كده مع تيشيرت بلو. ايه ولا ليه شربات بقى اللي عملت لي قرح في قفايا؟ بقولك يا هشام، انا مش جايه هنا عشان اقعد اسمع قصه حياتك. لا الحرامي بيقول ان هو حرامي، ولا النصاب بيقول ان هو نصاب. كل الناس مظلومه وشريفه. بطل بقى اسطواناتك، انا قرفت منها. بص يا هشام، انا هجيب لك من الاخر، انا محتاجه لك. طول ما انت جنبي ما حدش فيهم هيفكر يرجعني المستشفى تاني. عايزك تلعب نفس الدور الدكتور الشريف الطيب، وانت كمان محتاج لي واللي انت عاوزه هديهولك، وعلى الاقل مش هتبقى خرجت من الليله دي كلها بلبوس. ابوس ايدك الا بلبوس. يبقى الكدبه اللي احنا كسبناها على يوسف هنفضل ماشيين فيها زي ما هي. بجد يعني انا هاخد الفلوس بس مش كل ده يا ابني الجعانة. مش كل الميراث اللي انت كنت راسم عليه، هم 5 مليون مفيش غيرهم. طب خليهم 15 مليون. وبصي كان في شويه مصاريف كده قديمه يعني كانوا حوالي 76,000 بقلها، خليهم 80,000 ومعايا كل حاجه مكتوبه بالورقه والقلم. بجد في كده؟ طبعا في كده، اصل الفلوس حلوه بتريح وبتقوي وبتقوي. انا لو اعرف ان الموضوع سهل بالشكل ده انا كنت جيت لك دغري. بس يلا اللي حصل حصل. ادهم رايح فين؟ خارج. ايوه خارج. رايح فين؟ هو انت مش لسه جاي من شويه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ جو هو اللي قال يطلع النادي، فضلت ملطوع هناك لحد ما زهقت وجيت. وعايز تنزل تاني؟ اه. وفيها ايه؟ لا ولا حاجه. ايه ده؟ هو انت ما تعرفيش ان النهارده عيد ميلاد مي فاروق؟ هي مش اسمها برضو منى فاروق؟ مش اسلوب خالص تركيزك في الحاجات التافهه دي على فكره. طب ايه رايك بقى؟ مفيش خروج. وليه الاذى ده؟ انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. عايزاك عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. وهو الموضوع المهم ده ما ينفعش يتاجل شويه؟ لا ما يتاجلش، تعالى نقعد نتكلم. لا 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 مش وقت وقعد خالص، انا مستعجل لازم امشي. قولي بس عايزه ايه. عرفت اللي حصل؟ اه. مش ترطع على مجامع البواب؟ هو ده اهم حدث بالنسبه لك؟ انا ما حدش قال لي على حاجه تانية، هو بس جو قال لي ان في قلق وبتاع، قلت اكيد انت وبابا شادين مع بعض. لا احنا مش شادين يا ادهم، انا وبابا هنتطلق. طلاق ايه بس يا امي؟ انت كبرتوا على الكلام ده. انا ما بهزرش، انا وبابا هنتطلق ولازم تعرف السبب. بلاش افرح عشان لسه مكلم بابا من ربع ساعه، قال لي انه جاي على البيت وقال لي مفيش اي حاجه خالص. بصي انا عايزك كده تطلعي اوضتك تاخدي شاور تهدي نفسك كده، وانا هبقى جاي عندي عليكي بالليل. سلام. تعالى هنا. اه انا بتكلم معاك. بصي اول ما ارجع من الميلاد نتكلم مع بعض. طب ايه رايك بقى؟ مفيش اعياد ميلاد. طب ايه رايك نتكلم وبعدين اروح عيد الميلاد؟ ما افتكرش هيبقى لك نفس تروح اعياد ميلاد بعد اللي هقوله لك. ده ايه النكد ده؟ ده له حقيقه الله. انت بتقول ايه؟ لا لا ولا حاجه. خلاص اتفضلي معاكي المايك. اللي عندي كتير قوي يا ادهم، بقاله 13 سنه. 13 سنه؟ 13 سنه يا امي مش قادره تستني عليها اروح عيد ميلاد كام ساعه وارجع تاني؟ اسمعني بقى، اسمعني يا اخي، انت ايه؟ ما بتفهمش؟ انت شرفت؟ جيت في وقتك بالظبط. الحقنا الله يكرمك. عايز اكلمك يا ندى. يا سلام، هو مين اللي عايز مين؟ هي مامتك ما قالتلكش ولا ايه؟ تعالى. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا كبرتوا والبيت كله بقى يسمع خناقاتكم على فكره. تعالوا كده فوق استريحوا وكلموا مع بعض وانا هرجع لكم على طول. انت ولد
بخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس والنهار يكتبه آخر النهار مشطوب والبشر بتحسيبه تلاقيه مش محسوب وبخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب من يجي الإحساس من نفسي ولا الناس واللي النهار يكتبوا آخر النهار مشطوب واللي البشر بتحسيبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس مسرنا للغروب مسرنا بخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس بالنفس ولا الناس واللي النهار يكتبه آخر النهار مشطوف واللي البشر تحسبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس مسرنا للغروب.